بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نظمت جمعية المستقبل الخيرية للتنمية بالجهة الشرقية التي ترأسها الأستاذة فاضل خديجة، وهي المشرفة على دار الطالبة إسلي بن وكيل. نظمت مشروع بالأحضان، وهو مشروع يستهدف إدماج المهاجرين واللاجئين من السوريين ومن الأفارقة جنوب الصحراء في المجتمع المغربي. وتضمن المشروع مجموعة من الأوراش التكوينية، نتابع معا هذا الموجز بالمناسبة. Comment? Pour me prendre avec le drapeau? Oui, monsieur. إذن تنجز جمعية المستقبل الخيرية للتنمية الجهة الشرقية بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة مشروع بالأحضان، وهو مشروع من أجل إدماج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المغربي. طبعا يستهدف السوريين وأيضا جنوب الصحراء من أجل إدماجهم في المجتمع المغربي. طبعا أهم الأهداف اللي تيصب عليها المشروع وهي التعرف على المهاجرين، أنهم يتعرفوا على المغرب ديالنا بجميع مكوناته الثقافية، أيضا الحفاظ على ثقافة اللاجئين مع تكييفهم مع الثقافة المغربية، الاطلاع على هموم اللاجئين في المجتمع المغربي عن قرب وظروف عيشهم بالمغرب، خاصة فئة الأطفال والنساء، توفير الأمان النفسي بإشراك الأطفال في أنشطة تربوية وترفيهية ومخيمات خلال الموسم، خاصة بالنسبة للأطفال اللي تيجيو نازحين من يعني من المشاكل ديال الحرب والخوف، كسر عائق الازدواج الثقافي بين الأسر والمجتمع الجديد، المساهمة في رفع المستوى الاجتماعي للاجئين والمهاجرين. طبعا باش نحققوا هذه الأهداف كان مجموعة ديال الورشات، من بينها الزيارات الميدانية اللي تنمشيو لهم المنازل ديالهم، أيضا الموائد المستديرة، جلسات الاستماع، بالإضافة إلى ورشات تربوية اللي تستفدوا منها باش يكتسبوا مجموعة ديال المهارات من أجل الاندماج في المجتمع المغربي. مثلا كان ورشة الإعلاميات، كان ورشة المعامل التربوية، المسرح، الموسيقى، وطبعا الدعم المدرسي بالنسبة لفئة الأطفال اللي السوريين خاصة في المدارس العمومية. Alors, la type de l'ONDH, l'assistant juridique, la type de l'ONDH, l'assistant juridique des réfugiés. Nous avons créé un partenariat avec l'Union nationale, les Nations unies, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Nous avons créé un centre d'assistance juridique à Oujda. Alors, ce centre a pour objectif d'assister ou bien d'aider les gens qui sont échappés de leur pays, soit à peur de persécution, des idées politiques, la race, la religion, l'appartenance à un groupe social. Alors, toutes ces causes sont des motifs qui peuvent pousser l'individu à demander l'asile, qu'il a le droit à demander l'asile. Alors nous, comme centre d'assistance, on peut vous aider à, si vous avez vraiment besoin, si vous avez besoin de cette demande d'asile et de demander le refuge au Maroc, on peut vous orienter, vous aider à remplir la demande d'asile et vous orienter au HCR au niveau de là-bas. شطاط يوسف فنان تشكيلي ومؤطر بجمعية المستقبل دار الطالبة بني وكيل، والدور ديالي وهو نشر الثقافة البيئية ونشر خلق ورشات تحت إطار
المشاريع المديرة للدخل، والدور ديالي هنا مع مجموعة من الأخوات بالنسبة لجنوب إفريقيا جنوب الصحراء، وأمام طوف الأخوات ديال دار الطالبات بالمؤسسة، والدور ديالي خلق مشاريع المديرة للدخل، هذا هو الدور تاعنا. On va donner un noir, un temps. Parce que les autres temps, on ne peut pas se taper juste. Mais dans le jeu de la musique, il passe rapidement par ces temps, ce qui donne un huitième, un quart de temps. Est-ce que vous avez compris? طبعا العدد ديال المستفيدين كاين 120، وطبعا كل واحد كل فئه وي كل فئه مفرقه، يعني مثلا كاين 70 كاين 15 في كل ورشات على حسب الورشات اللي تيرغبوا فيها هما ويبغيو يتبعوا فيها. هذا بالاضافه الى الدعم الانساني اللي تتقدم له الجمعيه بفضل يعني الشراكه مع وزاره المكلفه بالخارج وشؤون الهجره. طبعا كاين هناك الدعم في المواد الغذائيه بالاضافه الى الالبسه. جواد الترمذي المسؤول التربوي لمشروع بالأحضان ومؤطر ورشة الإعلاميات، جد سعداء في مشروعنا مشروع بالأحضان في إطار إدماج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المغربي. الآن في ورشة الإعلاميات ننقن مبادئ أولية في الإعلاميات، مبادئ الويندوز، مبادئ الأوفيس، الوورد، الإكسل، من أجل إدماجهم في المجتمع ومن أجل التعرف على مجموعة من الآليات الإعلامية. دار الطلبة التي تم تدشينها من طرف جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وهي مؤسسة من أجل إيواء وإطعام فتيات العالم القروي بجامعة ديموسا بن وكيل وبنوار، وتستفيد الفتيات من دار الطلبة اللي تستقبل تقريبا 40 مستفيدة حسب الطاقة الاستيعابية ديالها، وتعتبر دار الطلبة إسلية كمؤسسة رعاية اجتماعية. طبعا تسهر على تقديم مجموعة من الخدمات كالإطعام والإيواء وأيضا تفعيل برنامج الدعم التربوي النفسي والاجتماعي. طبعا تقوم المؤسسة بتقديم مجموعة من الخدمات اللي من بينها خاصة الدعم التربوي، مثلا الورشات التربوية كورشة البيئة تحت إشراف الأستاذ الربيعي، أيضا ورشات الموسيقى، ورشة الطبخ، وورشة المعامل التربوية تحت إشراف السي يوسف شطايط، أيضا الإعلاميات والمعامل التربوية والرسم على الزجاج. طبعا تقريبا الفتيات يستفدوا بشكل كبير خاصة من الدعم التربوي اللي تينعكس عليهم إيجابا من ناحية التحصيل الدراسي، بحيث أن وصلوا المعدل هذه السنة 17 المعدل، ونتمنى التوفيق الفتيات ديالنا إن شاء الله بإذن تعالى.